شوف الجهل يا دولة، انا المفروض ما ردش عليك، لكن انا هرد يا عم. لا ما تردش ما تردش. عيني، بص يا دولة، الجو ده كله فيه تلوثات، والشطافة دي يا عمنا اكتر حاجة معرضة للتلوثات، للجو. ايه الشطافة؟ انت بتتعامل مع الشفاطة على انها شطافة يالا؟ وايه الفرق يعني يا دولة؟ يا ابني الشطافة مش للشرب. امال ايه يا دولة؟ لا لحاجة تانية خالص، لكن الشفاطة بقى هي اللي تشرب بيها حاجات ساقعة بس، مش تشرب بيها شاي. والشاي برضو بتشرب بيها شاي يا دولة، علشان في فيروزات، والفيروزات دي لو دخلت معدتي هتعديني. فيروزات دول على اساس اخوات فيروز الصغيرين. انت الفيروسات يا ابني لو دخلت جوه معدتك انت اللي تعديها. بص يا دولة، انت هتقعد اقعد اناهد معاك كده وعمرك ما هتفهمني. انت مش مفروض الواحد يفهمك، انت بالكتير الواحد يبوسك ويركنك جنب، مش يبوسك يعني ويركنك، لا يرميك جنب الحيطه. ارميك جنب. ايه ده؟ ايه ده انا؟ شاي لو سمحت. ايه ده الراجل ده؟ انا عارفه يا رمزي. غريبه، مع ان انا حاسس ان انا ما اعرفوش. اتشطف وانت ساكت. لا انا عارفه، انا متاكد، كان معايا في المدرسه واسمه حمدي. يو يا عم بقى، يا عم بقى فكك بقى، انت كل شويه دول تقعد تقول لي ايه ده ايه ده انا اعرف الناس دي، ايه ده ايه ده انا اعرف الناس دي، وتروح تسالهم يقول لك احنا ما نعرفكش اصلا. بص يا عم انا مش همشي معاك في حته بعد كده. ولا ما تخافش ما تخافش. بص يا رمزي، عارف البازار بتاعنا؟ هتطلع لغايه عنده، معاك المفتاح بتاعه. دول هتفتح البازار بالمفتاح وهتخش جوه تقعد تستنى هناك. حاضر يا دول. يلا حاضر. الشطافة. خدت الشطافة؟ وقتي القعدة كده معقولة؟ الشطافة لازم جوه القعدة. يلا اتكل على الله. بص ولا ايه؟ يلا اتكل. الو؟ ايوه انا المهندس حمدي السيسي. انت بتضحك ليه؟ انا بابا اسمه السيسي، انت مالك انت؟ ايوه ايوه انا بلغتهم في فرنسا اني مش قبل شهر عشان ابتدي الحفر والفحت. حمدي السيسي صح؟ في حاجة يا أستاذ؟ يا حمدي أنت مش عارفني ولا إيه؟ أنا عادل سعيد اللي كنت معاك في مدرسة النقراش الثانوية العسكرية بنين. فاكرك لا مش أنت، أنت اقفل عشان الكارت. أنت اقفل اقفل. أهلا يا عادل. ازيك يا حمدي؟ وحشني وحشني حقيقي. أخبارك يا حمدي؟ عامل إيه؟ أقعد أقعد. ياه أخبارك إيه؟ الحمد لله. أسكت، مش رشحوني بعد ما جيت من فرنسا إن أنا أكون المدير التنفيذي للمرحلة الجاية لمترو الأنفاق؟ ما شاء الله، برافو عليك. يعني انا برضو رشحوني ان انا اخد جايزة اصول الثقافة عن الشعر، بس ما خدتهاش. يعني ايه ده عادي؟ انت لسه بتجري ورا التفاهات دي؟ التفاهات؟ لا دي هواية عندي، بس انا عندي شغلتي. يعني انا عندي بازار في الشارع اللي ورا ده، عايزك تيجي تزورني. شارع ايه؟ شارع الترولي، بكسب منه كويس قوي الحمد لله. لازم تزورني يا حمدي. شارع الترولي؟ اوه ياه، ده انا هبقى عندك كل يوم. لا انا بقول لك تيجي تزورني، تيجي تزورني بقى كل يوم، لسه برضه فيك الحركات بتاعت المدرسه دي. طول عمرك لطيف. لا اصل انا عندي شغل يوميا هنا في الشارع، اصل شارع الترولي ده هنمشي فيه المترو. مشوا فيه المترو؟ طب يعني اشمعنى الشارع بتاعنا اللي هتمشوا المترو؟ ما تاخدوا المترو تمشوه في اي شارع تاني. هو انا جايب ابنك تفسحه؟ بقول لك ده المترو، المترو عارف كلها شهر وهنبتدي نفحر في قلب الشارع. عارف الشارع ده هيتقفل خالص والمحلات هتشال، هتشال. تصور محلات هتشال. ايه يعني الوقت عوزة؟ ده مشروع قومي. الله، لازم يبقى فيه تضحية. ايه يعني شارع او شارعين، محل محلين، كل ده عشان القاهرة الكبرى يا اخي. قاهرة وكبرة ايه؟ كبرة يا عم حمدي، انت هتعمل لي فيها رفاعي جاي تطلع لي تعابين؟ لا يا استاذ بعد اذنك، يعني ما ينفعش خالص تمشي المترو بتاعكم من الشارع اللي في المحل بتاعي. الله، لازم يبقى فيه ضريبة يا اخي. ايه المشكلة يعني؟ طب ما انا بدفع الضريبة، انا طول الوقت بدفع الضرايب حضرتك، وطول الوقت بتفرج على الاعلانات ويقول لك مصلحتك اولا وادفع. هي مصلحتي ان انا ادفع وبس، ما اخدش حاجة خالص يعني؟ هي دي ضريبة النجاح. كمان النجاح هيعملوا له ضريبه؟ انا فاشل يا سيدي، المفروض ما ادفعش بقى ضرايب بتاعت الفشل دي. اوعى تقول على نفسك كده يا عادل، انا عايزك تعيش معايا اللحظه. تخيل المشروع ده بقى بعد 6-7 قول 30 سنه لما يخلص. تحس بالفخر، تبقى ماشي مفخور كده، والفخوره واخداك وانت ماشي في الشارع كده، ان المحل بتاعك جنب المترو، وتشاور لاولادك وتقول لهم تخيلوا يا اولاد المحل بتاعي كان جنب المترو.
يا سلام. ده ايه الفخوره اللي هبقى فيها انا والعيال دي؟ طبعا هنبقى ساعتها ماشيين بقى بنشهد حضرتك. ايه انت مش عندك بازار؟ اه يا سيدي عندي. طب ايه رايك بقى انا هخدمك خدمه عمرك؟ انا هسمي لك المحطه محطه البازار. ها ايه رايك؟ اه لو كده يبقى معلش. اه محطه البازار برضو الواحد يبقى ماشي متفخور يعني حضرتك. طبعا. اه 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 طب حضرتك انا مش عارف صراحه بجد يعني اودي جمايلك فين يا عم حمدي يا صديق الدراسه؟ احنا اصدقاء طفوله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عادل تعالى اتفرج معانا على الفيلم. ده فيلم القطار يا عادل اللي انت بتحبه. القطار انا ما بحبوش. ليه بس يا ابي؟ ده فيلم يجنن، مهما تعاد لازم اتفرج عليه. انا ما بحبش القطار، انا حر. الله، مالك في ايه يا عادل؟ احضرك الاكل يا عادل يا حبيبي؟ لا يا ماما ماليش نفس. في ايه يا عادل؟ مالك؟ مالي؟ هيمشوا المترو في الشارع اللي فيه البازار. اخيرا اخيرا هترحم المواصلات والقرف واروح مدرستي بدري بقى. مدرسه ايه؟ المترو ده عشان يخلص قدامه 6 سنين، تكون انت طلعت على المعاش يا ماما. ايه والنبي يا عادل، والنبي يا حبيبي عشان خاطري ابقى خدني معاك اتفرج على عمليه بناء المترو. حس اني من وانا صغيره هموت واتفرج على الحفار الهيدروليكي وهو يعمل. عارفين يا جماعه مس المترو ايه؟ انه سريع جدا، ما بيوقفش في اي اشاره. اتلاست انه هيعملوا مترو انفاق زي اوروبا. زي اوروبا ايه يا جماعه؟ انتوا مش فاهمين حاجه، يعني البلد تتطور زي اوروبا وانا حالتي تتدهور. عادل يا حبيبي ما تبقاش رجعي وما تخليش تحيزك للترماي اثر على رايك في المترو. انا يا ستي لا متحيز للترماي ولا للمترو. ماله التوك توك؟ صغير وزي الفل وبيزرق من الشوارع ومن الحارات ويجي عكسي ولا عليه ضرايب ولا عليه مخالفات. ماله التوك توك؟ انتوا قصدكم مش فاهمين حاجه. طب ما تفهمنا انت يا ابو المفهوميه. دلوقتي المترو ده لو مشي في الشارع اللي فيه البازار الشارع كله هيتقفل بما فيها المحل بتاعي. يا لهوي، يعني البازار كده بح؟ ايوه ماما البازار بح. كمان كمان عادل كمان كاسكم فا فيلم نو. والنبي يا حماتي مش وقت فرنساوي خالص، كفايه المترو انه فرنساوي. طب المانجاتو هناكل ازاي؟ هناكل بقى من التطور الاوروبي اللي حضرتك كنت بتقولي عليه. بصوا غيروا المحطه دي، غيروا المحطه دي، انا مش عايز اسمع اي حاجه فيها قطر بعد اذنك يا نجلاء. حاضر. بصي اطفي التلفزيون خالص. حاضر. بصي يا عادل انا عندي فكره رهيبه. ايه رايك تجمع كل اصحاب المحلات بتاعه البازارات اللي حواليك وتروحوا كلكم كده تعملوا شكوى محترمه، على الاقل تاخد تعويض. او اقول لك يا عادل تعملوا اعتصام تحت سفح الهرم وانا اللي هعمل لكم شعار المظاهره، ابو الهول براس انسان وجسم مترو كبير. جسم مترو ايه يا ماما؟ يا ماما كده اهو يبقى في دعايه للمترو. احنا عايزين دعايه ضد المترو على فكره. اصحاب المحلات لغايه دلوقتي ما عرفوش ان المترو هيمشي في الشارع، انا الوحيد اللي عرفت من واحد صاحبي. طب ما تقول لهم يا عادل يا ابني. يا سلام، اقول لهم عشان الاسعار ترخص وابيع انا بالرخيص؟ لا، عادل اذكى من المترو. طب بقى ناوي تعمل ايه؟ ناوي ابيع بالاسعار القديمه من غير ما هم يعرفوا خالص. ده غش واحتيال. حرام عليك يا اخي، حرام عليك تبيع المحل وانت عارف ان عليه مشاكل. يا سلام يا ام ضمير، خلاص خليك انت لضميرك، سيبيني انا اتصرف بطريقتي، انا اللي بعرف اتصرف كويس وبعرف افكر كويس. ابيع بالاسعار القديمه وهم يولعوا. يا معلم تيتي انا حصل لي ظروف صعبه جدا ومضطر ان انا ابيع يعني المحل والبضاعه وما لقيتش غير صاحبي وحبيبي واخويا المعلم تيتي اللي فكرت ابيعهم له. يعني اخوك وحبيبك؟ احنا هنصيع، ما انا لسه طاحنك في المزاد الاسبوع اللي فات. بس عادي يعني انا وانت واحد مثلا يعني. والجروب السياحي اللي طشته بينك وبعت له نفس تماثيلك. بس احنا اخوات يعني، وبعدين اللي في جيبي في جيبك انا معلم تيتي. ودلوقتي بقى جاي تمد ايدك في جيبي مش كده؟ الام بتبقى يعني الواحد بيهتم ان الام دي ما تتعورش يعني. مالها الحاج؟ جالها مرض خطير يعني اسمه التيسي. ايه؟
تيسي تيسي، وده مرض خطير جدا يعني مش موجود كتير في العالم يعني، بس جه الام يعني، وبعدين يعني طول اليوم وطول النهار وطول الليل ما بتعملش حاجه غير انها بتقعد تعطس تيسي تيسي تيسي، لدرجه ما بيبقاش عندها وقت انها تتكلم يعني. ست الحاجه دي بركه وعلى عيننا وراسنا، مع اني مش محتاج بضاعه وبضاعتك قفشه ومحلك عتبته فقريه، لكن هفكر. ايوه فكر ونباتيتي، لان يعني لازم، عايزه تعمل عمليه والعمليه دي عينك دون وبتقطع عليا منفسن. ايوه مش هعمل كده تاني، بس عمليه ولازم تتعمل في بلاد بره، حرام عليك. بس عشان المعلم تيتي على سن ورمح وسيد المعلمين وابقى خدام ست الحاجه، انا هاخد البضاعه بس بتمن جملتها، اما محلك ده بقى ده فقري زيك ما يلزمنيش. يعني يا معلم تيتي يعني حطيتني تحت سنانك وبتجز؟ ما انت ياما خربشتني وضفرك طالني. طب خلاص خربشك ايه؟ الضوافر اتقصت والسنان اتخلعت والتسي تسي جه لامي. خلاص اذ ربما انا عدي عليك بكره الم التماثيل وارمي لك فلوسك. ربنا يخليك ربنا يخليك، ماشي بكره، بس اهم حاجه يعني تجيب لي الفلوس على طول. ده ايه الادب اللي حط عليه مره واحده ده؟ بقول لك الام يا معلم تيتي الام، وبعدين بتحرص طول الوقت وانا خايف اتعدي صراحه. هو معدي؟ اه معدي. اخلع انا بقى. خد دي كمان يا معلم تيتي. تشكر. خد دي معاك. شايفني بلم زباله؟ على رايك. عموما بالشفا يا معلم تيتي. بالشفة دي تقولها للست الوالدة إذ ربما أنت بطل عطس. يا سيدي ما تدوق، إيش يعني جت على كده؟ بقول لك إيه؟ إذا حبيت تبيع هدومك إديني رنة. حاضر يا سيدي، معني مقاسي غير مقاسك وذوقي غير ذوقك، ده إيه اللي أنت لابسه ده؟ شفاف يا معلم تيتي، معقولة يعني؟ لكن برضه أبقى أديك رنة. حاضر. سلام عليكم. مع السلامة يا معلم. خلاص يا معلم؟ يلا يا رجالة. الحمد لله. خلصنا من البضاعة. ايه ده؟ ايه ده دولا ده؟ ايه ده؟ والله برافو عليك يا دولا، بعت البضاعة دي كلها؟ يا ابني بعت ايه؟ أنا شربت البضاعة كلها للمعلم تيتي وعلى معدة فاضية. لئيم أنت برضه يا دولا، استكملت لحد ما تكملت. أنت بتعلم الكلام يالا في مستشفى الكلب. يلا بقى يا سيدي المعلمين بقى نضرب كشري نخب الخازوق اللي خده المعلم تيتي. انت مش خد خازوق عادي، انا اخيرا خلصت من البضاعه يا رمزي، فاضل بس اخلص بقى من البازار. اه يا دولا بقى نخلص بقى من البازار، او بص نتخلص منه. عارف بجد يا رمزي انا نفسي اتخلص منك انت، لان فعلا من زمان نفسي وامنيتي ان ربنا يكرمني ويبعت لي واحد يكون بيفهم اللي انا بقوله. بقى كده يا دولا؟ ده اذا كان انا بقى جاي لك النهارده بفكيره جهنميه بخصوص بيع البازار ده. فكرت ايه بقى يا فكيك؟ بص كويس يا دوله. كشري ماله يعني؟ المعلم زعزوع الاصابج يا دوله. ماله المعلم زعزوع؟ اللي بناكل من عنده كشري يا دوله. ايوه اخلص، ماله؟ اللي المحل بتاعه جنب المحل بتاعنا يا دوله. هتقول ولا نفخك؟ ماله؟ سمعت يا عم ان هو عايز يشتري المحل بتاعنا. بتاعنا؟ هو المحل بتاعنا بس يعني، لكن ما دام عايز يشتريه وخدك انت كواسطه يعني ما عنديش مانع ان هو بتاعنا. انت عرفت ازاي؟ ايوه دول، انا هقول لك. انا بقى وانا بضرب الكشري الاصطباحيه بتاعتي بقى من عنده، سمعته قال ايه، بيقول للمعلم معلش ان هو عمال يدور على محل قريب من المحل بتاعه، واحنا بقى دول مش قريبين بس، ده احنا لازقانين مع بعض. هو حر بقى ما دام هو اللي عايز كده يشرب يا معلم. انا زعلان منك برضه يعني يا معلم زعزوع. معقوله يا راجل تكون بتفكر تشتري محل جنب المحل بتاعك وما تجيش تقول لي؟ ما انا خفت اقول لحد على الموضوع ده، يقولوا جاي كوش على الشارع كله، وانا ما بحبش ازعل حد مني. عموما اللي اكبر مني ومنك هيجي يكوش على الشارع من اوله لاخره. تقصد ايه يعني؟ اقصد يعني ان ما دايم الا وجه الله ونعم بالله. بص يا استاذ عادل، انا قلبي انفتح لك قوي، بيني وبينك كار الكشري ده مش بتاعي، ده كار ابويا وجدي وجد جدي، وهم اللي اجبروني اشتغل الشغلانه دي. ما هو برضه يعني يا معلم زعزوع طاعه الوالد والجد وجد الجد واجبه يعني. مظبوط، لكن دي مش غيتي،
أنا غايتي أكبر من كده بكتير. أنا طموحي ملوش حد. يا سلام، وإيه طموحك في محل كشر يعني؟ هتقلل الرز وتزود العدس؟ لا، أنا غايتي في القصب. معلش، أنا حاسس إن القصب لو اتحط على الكشري هيعجن يعني. لا مش عليه، أنا هفتح محل عصير قصب وفواكه، وبكده نبقى ترجينا خطوة لقدام. وين رايح الزبون؟ طب هو الزبون عدم مؤاخذة يعني تعبان في إيه؟ هقولك، بيني وبينك الشطة عندي شديدة قوي ووعرة. أهو الزبون ياكل من هنا ويحب يهدي المسائل، يروح يشرب كوباية قصب، وبكده نبقى رايحنا الزبون. يا سلام عليك وعلى أفكارك. عموماً بص بقى يا معلم، أنا المحل بتاعي قد المحل بتاعك بالظبط. شوف كده بما يرضي الله هتدفع لي قد إيه. بما يرضي الله حدي لك 100,000 جنيه، 50,000 دلوقت و50 بعد شهر، ونمضي العقد. نمضي العقد بعد شهر؟ لا مش هينفع. طب ايه رأيك تدفع لي 70,000 جنيه بس دلوقتي، ومش عايز اي حاجة تانية بعد الشهر، ونمضي العقد على طول دلوقتي؟ امرك عجيب يا استاذ عادل، انا اول مرة اشوف واحد يفاصل اللي تحت. ما هي المشكلة في اللي تحت. سلام، اخيرا خلصت من البازار وخلصت من البضاعه، مش فاضل غيرك يا رمز. عايز اخلص منك دول يا حبيبي. يعني انا شايف كده بقى ان انت معاك فلوس كتير قوي. ها، انا عايز حاجه صغيره يعني نسبه كده 80%. 80% نسبه يا ابني؟ انا خلاص الفلوس كلها خدتها وحطيتها عربون في محل جديد في الشارع اللي ورانا يا معلم. اخلص منك، سافر بقى يا رمز. حمدي، ازيك يا حمدي؟ عادل، ازيك يا عادل؟ وحشني. ازيك يا حمدي؟ الحمد لله. والله بجد يا حمدي انا مش عارف اشكرك ازاي، يعني انت عملت فيا جميل العمر كله بجد. كنت هروح في ابو نكلة يا معلم. لا ما خلاص، لا في ابو نكلة ولا ابو فجلة خلاص. قصدك ايه؟ قصدي يعني الشارع اللي فيه البازار بتاعك، شارع الترولي ده، تلاقي كده كنز وضيق من الجنب، فحولت على الشارع اللي بعديه اوسع شويه، الشارع اللي وراك على طول، واجيب بقى حفارات واحفر براحتي. يا عم انت عايز تحفر وخلاص؟ احفر يا عم احفر، وعلى ضمانت انا لو اي حد كلمك صدرنا انا. ما ينفعش، اصحاب المحلات هيزعلوا، عشان كده غيرت المسار. غيرت المسار؟ خلاص يا دوله ما تزعلش نفسك يا عم، هم من اللي خسرانين يا دوله. يعني هم هيلاقوا يعني بازار احلى من البازار بتاعنا فين عشان يقعدوا يحفروا فيه. بس يا غبي يا غبي، انا كده اتخرب بيتي، هعمل ايه؟ هرجع الفلوس بتاعت المحل وبتاعت البضاعه ازاي؟ اتخرب بيتي. اتخرب؟ ابعد عني، ابعد، سافر يا رمزي، اطلع على سويسرا، اهرب من سويسرا يا عم، مش معنى انت. يلا يلا اطلع برا، اتكل على الله، اطلع برا، مش عايز اعرفك، مش عايز اعرفك. انا فعلا ندمان على المدرسة اللي انت كنت معاها فيها. اتخرب بيتي. ضيعت نفسك بنصحتك يا ابو العريف. بص يا سناء، مش ناقصاكي والنبي، محدش يقطمني، انا مش ناقص تقطيم يا جماعة. طب بص يا بيبي، ايه رايك ترجع لهم فلوسهم وتاخد البازار والبضاعه؟ ايوه الحكايه مش بالسهوله دي يا اخوانا. وبعدين هقول لهم ايه؟ هقول لهم امي خفت يعني. ايه ده، هو انت قلت لهم امك عيانه عشان تبيع؟ خص عليك، انت مش ابني، انت ابن الشوارع. يا ماما المساله مش كده يعني، انا بس كنت بقول لهم كده يعني، كده وكده يعني. ابي عادل، على فكره بقى انت غلطت. يا سلام على المعلومه، انت غلطت؟ ما انا عارف ان انا اتزفت وغلطت. طب بص يا عادل، انت تشتري بازار في مكان تاني. يا رانيا يا حبيبتي، المسألة مش بالسهولة دي. البازار بتاعي اصلا الله يرحمه يعني ده كان في شارع مميز جدا مليان حركة. ابتدي من الصفر يا عادل. قصدك ابتدي من تحت الصفر يا ماما. بص يا عادل، انت تروح للمعلمين دول وتكلمهم بمنتهى الصراحة، يمكن تصعب عليهم فيرجعوا لك اللي هم خدوه. ماشي يا ماما، انا ممكن اتكلم معاهم، بس ما ينفعش اتكلم معاهم بصراحه يعني، لان صراحه لو اتكلمت معاهم بصراحه ممكن يشنقوني. سامحوني يا معلمين، انا يعني صراحه كنت انسان اناني ووضيع. قول حاجه جديده. زي ايه حضرتك؟ زربان يعني واطي خسيس دني لوكال. حاضر حضرتك، انا انسان واطي وخسيس ودني ولوكال، وما استاهلش اقعد مع معلمين كبار زيكم. وما استاهلش اقعد مع معلمين كبار زيكم. من الاخر عايز ايه بقى؟ كنت عايز ارجع يعني المحل اللي هو كان بتاعي ده، وكنت ارجع البضاعه اللي حضرتك خدتها يعني. المحل خلاص باح، جبنا القصب وناقص المكنه، نعصر ونبيع.
طب يعني انتوا هتعصروا وتبيعوا؟ يعني انا هعمل ايه حضراتكم؟ يعني ده حتى الفلوس اللي انا خدتها منكم رحت حطيتها عربون عند راجل نصاب، خد الفلوس دي وكان بيبيع كروت بتاع الشحن وخد الفلوس كلها وطلع على بره حضرتك. طب لو كنا رجعنا لك المحل والبضاعه كنت هتسد منين؟ يعني كنت ممكن اقسطهم لكم. اطلع بره يا قلق. اطلع. حاضر يا معلم. حاضر. طب يا معلم والناس اللي مربوطين في رقبتي دول اللي انا بصرف عليهم حضرتك، ده انا عندي ست ستات غير الجزمه اللي بصرف عليها حضرتك، اجيب لهم فلوس من ايه حضرتك؟ صعبت عليا يا علي. ربنا يخليك يا معلم، ربنا يخليك والله يا معلم، هقعد ادعي لكم كلكم، ادعي لكم كلكم. خلاص خلاص هشغلك معايا في المحل. هتشغلني ايه يا معلم؟ تقشر القصب وتعصر. اقشر واعصر؟ حاضر يا معلم. أشره لكم وأعصره يلا. مالي المكوة؟ شكرا. ما تخطيش. ارجع لغاية ما جيب لك الفلوس. مجيدة معكيش 5 جنيه عشان ادفع المكوة؟ حتى لو معايا مش هديك. امشي. فار فار يا ست هانم. فار ايه؟ فار ايه؟ لمحته معد كبير كده ما شاء الله. فار ايه دولك لمحته ودخل البيت؟ يعني هو في الصاله دلوقتي؟ هو اللي جابه معاه في جيبه. انا عارفه انت بتجيب الفلان تحطهم في جيوباتك وترميهم في البيوتات. جيوباتي وبحطهم في البيوتات ليه؟ بيشيلوا لي الشنط ولا بيشيلوا لي الشماعات؟ انا بالنسبه لي مش عايز مكوى تاني. لاست اوردر. هو في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ فار في ايه؟ في فار. أيها الليل الطويل ألنجلي. أرندلي إيه بس يا دول؟ طب هو دلوقتي الليل عمل لك إيه علشان تشتمه؟ ها؟ يعني افرض دلوقتي حطك في دماغه وما طلعلناش نهار. ولا أنت مالك أنت؟ أنت بتتكلم ليه بيني وبين الليل؟ دي حاجة خاصة بيني وبين الليل، بتتدخل فيها ليه؟ الليل عمره ما يزعل مني يعني. ألو؟ يا رانيا. إيه 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 مال؟ مالك في إيه؟ إيه إيه إيه؟ في إيه يا رانيا؟ فار. وفار بقى صغير ولا فار كبير؟ كمان صغير يا رانيا. الرعب اللي انتوا عاملينه ده كله عشان فار صغير دخل البيت ازاي اساسا؟ ما تقلقيش بالليل بقى اما ارجع ان شاء الله بقى اموتك الفار ده. اجي دلوقتي يا رانيا؟ ما انا عندي. حاضر هاجي دلوقتي يا ست. حاضر. دولا انت بجد هتصطاد الفار ده؟ طبعا يا ابني، انت ما تعرفنيش، انا ياما اصطدت زواحف. الزواحف يعني الديناصورات وكده هون؟ ديناصورات يا ابني، الديناصورات دي انقرضت يعني خلصت من مصر كلها، يعني مفيش ديناصورات. ده كان زمان. انا لو الديناصورات ليها اهل لسه لغايه دلوقتي كنت موت اي ديناصور عادي يعني. لا يا دولا لسه ما خلصتش يا عم، ده لسه واخدين فيلم جنينه الديناصورات بطوله. لا يا ابني الثانيه جنينه الحيوانات، هم اساسا الديناصورات بيعيشوا في جنينه الحيوانات. اصلهم من الجيزه يعني؟ من الجيزه يعني، البطايق مطلعينها من الجيزه، بس عملوا مشاكل بقى مع ملك الغابه. ملك الغابة؟ ما تقول القرد يا عم من غير ألقاب. ملك الغابة هو القرد؟ انت بتحن دايما لجنسك كده طول الوقت يعني. المهم انا هتكل على الله دلوقتي اروح اصطاد الفار ده بقى. دولا والنبي دولا عايز ايه؟ انا عايزك تاخدني معايا يا دولا والنبي. ها اختك معايا فين يالا وانا رايح اتفسح ياض؟ يا دولا عشان خاطر نفسي اتعرف على الفار ده. يا دولا الفار قولوا وانت مش عارف الفار ياض؟ امال اللي بيجروا في المخزن طول الوقت وبيطلعوا فوق مناخيرك وانت نايم دول ايه؟ لا يا راجل. دول فراق. انت يخرب بيتك، انت كنت بتتعامل معاهم ان هم ناموس. يا رانيا في ايه يا رانيا؟ ايه المشكله في حته فار يعني؟ يا ما دقت على الراس فران يعني. وبعدين لعلمك انا كنت عضو ناشط جدا في فريق كشافه، فنمنا بقى في صحارى وفي جبال وفي غابات، ومش بس فران. قابلنا حيوانات مفترسه وياما اتصرفنا معاها يعني، اخف ان انام من فار. يعني انا انام في حماك يعني؟ طبعا نامي في حمايه وما تقلقيش خالص يعني، انت في امان يا ماما وانت جنبي. ويقدر يهوب ناحيه هنا، هو اكيد طبعا عارف ان انا يعني جيت له، فعشان كده هتلاقيه لم شنطته وخد جبنته واتكل على الله. نامي. بحس بالامان معاك يا عادل لثباتك وقدرتك على المراوغه. مش نامي.
فار فار مش على ايدي مش على ايدي يا ماما يا ماما دي ايدي ايدك انت بتدافع عنه ما تخليش حبك لتومان ديجيري يتغلب على حبك لابوك يا ياسمين ايه يا عادل في ايه يا حبيبي في ايه فار يا موكوس وكنت عامل لي فيها احمد السقا في افريكانو انا ما حصلتش احمد عيد في افريكانو برضه في ايه هو ده اللي يقابله ايه يا جماعه يا جماعه يا جماعه دي ايدي ايدك ايه ايدك جايه تحت السرير مش معقول بقى كده يا عادل مش معقول الرعب اللي احنا عايشين فيه ده يا بيبي ماليش دعوه انت لازم تتصرف في الفار ده هنموت يا بيبي ما تقلقوش يا جماعه ما تقلقوش يانا الفار ده في البيت ده ان شاء الله همسكه وهعلقه من ديله قدام الباب بتاع ام ميرفت عشان اخليه عبره لكل الزواحف والحكايات ركز معايا ركز معايا افتح ايدك افتح ايدك لسه ما مش مر... احتياطي احتياطي هنا ده المنظور الافقي والراسي بتاع الشقه اللي احنا فيها ماشي دي الشقه يعني دي الشقه طب احنا فين يا دول في الصاله ادي الصاله اهو كده اهو ادي الثلاث اوض وادي الحمام ماشي احنا فين انت عايز تشوف نفسك هنا على الخريطه اه يلا يلا انا بشرح لك الخريطه وركز معايا عشان الفار يلا ركز معايا طب البازار فين البازار مش موجود هنا الشقه فيها بازار لا يبقى خلاص ما تسالش تسمع بس ماشي يا دلوقتي الفار اكيد دارس مخارج ومداخل الشقه كويس قوي يا معلم وبعدين دخل على الشقه واختار اوضه وكن فيها يا دول انت من الصبح يا عم على عمال تكلمني على فار وانت اصلا راسم ارنب الارانب اللي انتوا في بالكم ان انتوا بتاكلوها بتبقى شبه ده ايوه دول انا امي دايما كانت تقول لي انزل المخزن يلا رمزي هات لنا ارنبين علشان نعمل ملوخيه بالانارب بالانارب ما ممكن تبقى انارب غير الارانب يا غبي يا غبي اكيد طبعا بعد ما كنتوا بتاكلوا ملوخيه كانت القطط بتلم عليكم اه يا دول احنا ما كناش بنلحق ناكل يعني احنا يا دوبك هناكل كده وان القطط بقى بينونوا ويقوموا هاجمين على الملوخيه ام انارب دي ياخدوا الانارب ويسيبوا لنا الرز مش عارف ليه دول يمكن الرز مثلا بيعمل لهم تخمه ولا حاجه والقطط عامله رجيم ولا عموما الانرب اللي عندكم في البلد شبه الفار اللي عندنا هنا في مصر فاحنا عايزين نصطاد الفار ده هنجيب كميه مصايد مرعبه رهيبه ونشتري جبنه ونحط بقى ايه الجبنه جوه المصايد اتفقنا اتفقنا دول وبعدين انا هبقى نايم جوه في الاوضه اول ما المصياده تصطاد انا تقوم عارف عامل لي اشاره على طول ايوه عارف ادول الاشاره انا عارف اقوم غمز لك كده غمز لي كده هي دي الاشاره وانا نايم جوه وهسمعك هسمعك ازاي يا غبي اه صح ادول خلاص ادول انا هصفر لك لما انت لو صفرت لي ما انا ممكن اصحى خلاص اغمز لي بس بصوت دلوقتي يا جماعه انا جماعكم عشان اقول لكم ان في حظر تجوال ممنوع اي واحده فيكم تخرج من اوضتها لغايه اما نقضي على هذا الفار المنقرض المتوغل في داخل الشقه يا سلام طب وقف ده احنا عايزين نروح الحمام لا ممنوع ممنوع اي واحده تخرج من اوضتها يا جماعه انا مش مسؤول عن اي واحده تخرج وتوصل للصاله مش مسؤول عن تامينها وهل فتره الطوارئ سوف تستمر دهرا فتره الطوارئ انا ممكن اقول لكم في الاول ان هي مش هتستمر لكن الواقع والنتيجه واللي حصل اثبت انها بتستمر عادي جدا مش مهم المهم ان احنا نخلص منه طب وطلباتنا لا لو عايزين اي طلبات هنجيبها منين يا استاذ اي حد عايز اي حاجه انا المسؤول عنها هديكوا تموين يكفيكوا 3 ايام بحيث ما فيش واحده فيكوا تخرج من اوضتها هل ممكن ابات عند ام ميرفت في الفتره دي نويه يا حماتي لان ده يبقى اسمه هروب من المعركه صح. لا ما اسموش هروب اسمه لجوء سياسي مؤقت وده برضو مرفوض يا ماما دولا طب وانا دولا اعمل ايه انت هتفضل مرمي هنا لغايه اما اقول لك اي جديد ليه يا دولا يا عم ادي الفار لصياده يا دولا جيب له جبنه يا عم جايب له جبنه يا ابي هو انت هتصطاده ولا عازمه على الغدا بقول لك ايه بطلي نفسنا على الفار عايزه تاكل الجبنه بتاعه الفار ولا ايه يلا يا جماعه كل واحده هتتكل على الله وتخش في مخبأها لغايه اما اقول لكم على الجديده راح فين يا دول وايه اللي راح فين هو ما جاش اساسا انا بهزر يلا ايه ده فات 6 ساعات ورمزي ما ادانيش الاشاره ولا يكون الدهاني مثلا وانا ما سمعتش غمزه عينه انا مستيقظه طوال الساعات اللي فاتت دي كلها وسمعت اصوات المصايد مصيده تلو الاخرى مصيده تلو الاخرى يعني في اكتر من فار ولا ايه اما اقوم اشوف الغبي ده عمل ايه you
ولا رمز. ايه دول؟ ايه مسكت الفرق دول؟ الفرق اللي مسكناه اللي انت عامله ده وحطيت لي مصياده في صدرك، الفار بيلعب في عبك ولا ايه يالا؟ دول والله ما الفار ما جاشي ما جاشي. امال انت طول الليل اساسا بتعمل ايه؟ ده انا كويس ان انا صحيت لك دلوقتي. فين الفار يا؟ والله ما اكلته دول. ما اكلتش الفار؟ امال ايه الحواسه بتاعت الجبنه اللي حواليك دي؟ كلت كمان الجبن اللي كانت موجوده في المصايد؟ ده انا كنت عامل حساب اللي يفضل منها اعمله سندوتشات لياسمين. ما اكلتش حاجه دول بقى، بطل تظلمني بقى. اظلمك ايه يالا؟ امال الجبنه دي جت منين؟ الفار هو بقى اكلك غصب عنك يعني؟ معلش بقى دول، بس انا بصراحه جوعت يعني امبارح. ماشي ماشي ماشي، بتاكل الجبنه اللي جوه المصياده. ماشي، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ماشي، انا هتصرف بقى، احط في الجبنه سم. سم دولا؟ والسم دون يعني هيغير طعم الجبنه؟ لا مش هيغيرها خالص، انا اعمل لك سم كمان بالكاتشب، ويبقى مصائد قوم عند قوم فوائده. يا دولا انت قاعد كده هون، ولا انت على بالك كده هون يا دولا؟ وفي فار غريب في البيت بتاعك وسط الستات بتوعك يا دولا؟ انت ايه، خلاص الرجولة بتاعتك ما بتطرقعش عليك؟ ما بص، ولا هقوم اطرقعك على وشك. فار ايه يا دي اللي اخاف على الحريم منه يا دول؟ الفار هيبص الحريم، الفار يبص لسندوتشات الحريم، يبص لحتة جبنة محطوطة في المصيادة. ها؟ ما دولا، طب انت دلوقتي رحت اتفهمت معاه بالحسنى؟ ما رضيش يفهم يا عم، خلاص بقى سيبه في البيت. اسيبه في البيت؟ لا، مش عادل سعيد اللي يستسلم. انا بس مجرد ان انا يعني بلم قوتي عشان اعمل خطتي واضرب ضربتي بكل قوتي. ماشي ماشي ماشي. في يلا اعلان ان هو في الجورنال بيقول اقتلوا فرانكو وريحوا بالكو. اقتلوا فرانكو؟ لا يا دولا، دي شركة اجرام يا دولا دلوقتي، وهتدخل نفسك في سيم وجين لو البوليس شم خبر. بوليس ايه يالا اللي يشم بخ... هو في بوليس للحيوانات يالا يا اهبل؟ امال ايه يا دولا؟ يالا مفيش كلام من ده، يعني انا لو ذبحت فرخه مثلا هاخد فيها اعدام؟ طبعا يا دولا، مش رفعت سلاح في وش فرخه؟ يا دي عبيط يا دي عبيط، لو في بوليس للحيوان كان زماني بلغت عنك انت، كانوا حبسوك بقى ايه في قفص كده زي القرود عشان تبقوا مع بعضيكوا يعني. عموما انا هتصل بالشركه دي واخليهم بقى ايه يجيبوا لي الفار ده، انا عايزهم يجيبوا لي الفار ده حي عشان انتقم منه بنفسي. معاك مندوب شركة تقتل فرانكو رايحوا بالكو، في البداية محتاج منك شوية بيانات. أهلا وسهلا، اتفضل اتفضل حضرتك، ده أنا مستنيك من بدري. بالنسبة للبيانات، أنا اسمي عادل سعيد متزوج. لا لا لا، أنا عايز شوية بيانات عن الفار، يعني داخل أنت عنده كام سنة؟ حضرتك يعني أنا ملحقش أتعرف بيه لأنه بيجري بسرعة جدا. لا، الفار ده انطوائي مش اجتماعي. حضرتك طبعا واضح ان انت اجتماعي يعني غير الفار خالص، بدليل انك دخلت وقعدت. اهلا وسهلا، ارجوك خلينا نشوف شغلنا. اتفضل حضرتك اتفضل. ايه ده؟ ايه حضرتك؟ ايه؟ معقول؟ ايه؟ الفار ده ذكي، عامل اجهزه تشويش. اجهزه تشويش؟ لحق يخش ويزرع اجهزه تشويش؟ خلينا في الجد، العمليه دي هتكلفك 2000 جنيه، 1000 عربون و1000 لما اسلمك رقبه الفار. ايه؟ 2000 جنيه عشان اطلع فار من البيت؟ حضرتك ده انا اعزل في بيت ما فيهوش فيران ارخص يعني. لا، ما انا هدي لك ضمان سنه ان الفار ما يدخلش عندك جوه تاني. يا سلام، وهيخش لي جوه تاني ازاي اذا كنت حضرتك هتكون قتلته؟ بص بقى حضرتك، انا عايز الفار يفضل جوه وانت اطلع بره. مش هقول كده يا عادل بقى، مش معقول، احنا زهقنا خالص خالص خالص، لا عارفين ننزل ولا عارفين نخرج ولا عارفين نتمشى ولا عارفين حتى ننزل من على الكنبه اللي احنا قاعدين فيها، ومش عارفين نعزم الصحابات بتوعنا، وفاتنا نميمات كتير. صحابات ايه اللي انت عايز تعزميهم؟ انا مش عارف جو النادي اللي انت عايشانا فيه ده يا حماتي. احنا دلوقتي بقينا كلنا في الوحل. بيبي انت لازم تاخد موقف حد معاه، لانك اديته كذا فرصه وهو اللي ضيعها. انا اعمل له ايه؟ هو مش مديني فرصه. ماما يا ماما يا ماما. معلش معلش، ما هو شفته مش مديني فرصه ان انا امسكه. جدك وامك كان يعفق الفار من هنا ويلعب بيه كوره هو واصحابه. يا ماما، انا الكوره مش من هواياتي عموما يعني، وبعدين كل واحد ليه مدرسه في اصطياد الفيران. انا مدرستي مش عارف مدرستي، بس ان شاء الله مدرسه جديده وانا افرجكم. ايه رايك يا بابا ان احنا نفرج الفار ده على توم وجيري فيخاف ويجري؟ اوعوا حد يفرج الفار على توم وجيري. اولا توم وجيري، جيري ده هو الفار، وتوم ده لعلمك غلبان جدا، ده الفار هو اللي معذبه، لو احنا فرجناه
اتفرجنا بقى على توم جيري هيفتنوا ومحدش يعرف يخرجه من البيت ده. طب بصي يا ابي، هو الفار كده كده مع الوقت هيخرج لوحده، لانه يا حرام ولا بيتفسح ولا بيروش. يا سلام، يتفسح ويروش بتتكلمي على ابن خالتك؟ ده فار يا ماما، فار. وبعدين الفار ده لعلمك اهله صعايده، لا بيروش ولا بيخرج ولا كلام من ده. بس انتوا بس ايه، ساعدوني على ما انا انفذ الخطه. ان شاء الله رمزي هيجي دلوقتي وهنخلص على الفار ده. ايوه ايوه، ثانيه واحده. ايوه ايوه. خلاص 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 خلاص، ده انا خبطت في المصياده يعني، ما حصلش حاجه الحمد لله. خلاص خلاص، ما تقلقوش، انا هحل المشكله وكله هيتحل ان شاء الله دلوقتي حالا، ما تقلقوش. دول يا حبيبي، خش خش، مش وقت دلوقتي عناوين. ايه يا دول، صوتكم جايب اخر الشارع يا عم، في ايه الفرق؟ ايه اخباره؟ طمني. انت جاي تطمن على ابن اختك عامل اللي وز موجود يا سيدي عندنا في الشقه، بس احنا خلاص هنتخلص منه. يلا يا رمزي ما تقلقش. راح فين؟ دخل الاوضه. ولا رمزي؟ نعم دولة، ولا على الاوضه دي. يلا يلا بقى، يلا انا وشي موجه كده وبقول لك ورايا على الاوضه. رايح فين كده؟ خش دي الاقرب. يلا بقى يلا بقى، يلا 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 انا اسف يا دولا، انا اسف يا دولا. اسف بتموتنا انا، يلا بتموتنا انا. دخلوا اوضتنا ولا رمزي؟ نعم دولا، ولا رمزي؟ نعم دولا، انا هنا دولا اهو، ورايا على اوضتنا. يلا تعال 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 اوضتنا، وبقول لك ورايا. انا اسف انا اسف. امشي امشي قدام. يلا يا عادل، يلا يا عادل، يلا يا ولد، ولا يا ولد، ولا يا ولد، يلا يا ولد، ولا يا ولد، يلا يا عادل، انا اسف يا دولا، انا اسف يا دولا. اسف ايه اللي بيطلع الفار عند وشي؟ بتضرب على وشي؟ انا بتضرب على وشي؟ ما خدتش بالي يا دولا. بس بقى بابا، بابا انا داخل المطبخ يا بابا. داخل المطبخ؟ ده بيستهبل ده ولا ايه؟ ورايا يلا يا رمز على المطبخ. يا دولا يلا يا عادل، يلا يا عادل، يلا يا ولد، ولا يا ولد، يلا يا عادل. انا اسف يا دولا، انا اسف يا دولا. مين؟ للفران ما يسيبوش البني ادمين يعيشوا مع بعضهم في سلام، وللبني ادمين ما يسيبوش الفران يعيشوا مع نفسهم بسلام. للصراع الازلي ما بين الفران والبني ادمين، مع ان الكره الارضيه تقدر تستوعب الفران وتستوعب البني ادمين. ليه البني ادمين ما يسيبوش الفران حتى حته جبنه في اي مصياده، والمصياده ما تتقفلش عليهم؟ حرام عليكم يا فران، حرام عليكم. هنعمل لكم ايه زياده عن اللي احنا بنعمله؟ دعوه للتعايش. ايوه طبعا، بشكركم على التحيه، بشكركم على التحيه. بس تفتكروا الفار اتاثر؟ ده كل. معلش يا دولا انا اسف، سامحني يا دولا انا اسف. ولا عمري هسامحك ابدا. تبقى شايف الفار ماشي من قدامك تغمز له كده بعينك عشان الف من وراه وتضربني؟ ماشي يا رمزي ماشي. يا دولا بقى ما تظلمنيش بقى يا دولا، والله العظيم انا ما غمزتلوش الا مره واحده بس يا دولا. يعني غمزتاله؟ اه يا دولا انا اسف. على فكره بقى، انا سامح حكايتكم الصبح ودواكم عندي يا باشا. ايه عندك؟ ميكروكور مشاش بدل الكلكاع اللي على دماغي دي؟ لا عندي حمدي بوسي. حمدي بوسي ده ايه، مضاد حيوي؟ لا بقى، ده باشا صائد الفئران رقم واحد، تصطاد الشهر اللي فات 2500 فار. الفئران كده تسمع اسمه وتترقب منه رمزي. هو ده بقى استاذ عادل المخلص. طيب الحقني بتليفونه قبل ما رقبتي تضيع والنبي. عينيا يا باشا. طب حضرتك انا مش فاهم، يعني انت ان شاء الله هتاخد الفار اللي عندنا وتجيب لنا بداله نمر ولا ايه؟ لا لا حضرتك خالص، انا هخلي القطط بتاعتي، القطط بتاعتي انا تلعبهولك كده على الشناكل حضرتك، تلعبهولك. وبعدين انا هضرب هضرب هقول لك ان احنا مشكلتنا الحقيقيه
مع الأنمور. يعني كده كده هنموت يا لبين علينا ولا ايه؟ والبقى انا عايز اقول لحضرتك القط ده هو اللي هيجيب لك راس الفار. لو سمحت يعني يا استاذ بسبس نوى حضرتك، انا مش عايز يعني القط يموت الفار، لان انا عايز الفار كده على الكلمتين على استنفرارات. استنفرارات؟ ايه العلاقه اللي بينك وبين الفار؟ بتتفق مع الفار عليا يا ده رمزي؟ لا يا دول، انا بس هكلمه وعاتبه عتاب الكلب للندله، عشان انا ما كنتش متفق معاه على كده. دول كنت متفق معاه ان انا بس اهربه، مش ياذكش. مش ياذكش؟ اقعد يلا اقعد يلا، مش عايز اسمع صوتك يا ضوع. ماشي بقى، حضرتك هتعمل ايه تاني يعني؟ عموما القط هيضربه ضربه مخبرين، تدروخه بس حضرتك، ها بس ما تعلمش في جسمه. يا سلام، انا طول عمري اسمع عن الكلب البوليسي، عمري ما سمعت عن القط البوليسي ابدا يعني. لا لا حضرتك هتشوف دلوقتي. يلا يا بستك، يلا يا بستك يا هجام، بستك بستك اهجمي عليهم. معلش يا معلم بوس، يعني هزقناك معانا صراحه النهارده. لا لا حضرتك مفيش تهزيق ولا اي حاجه، انا حضرتك اللي فاشل واستاهل. طيب حضرتك معاك مواصلاتك ولا هتركب قطه من دول وانت مروح يعني؟ وانت رايح السيرك هتعمل ايه؟ لا لا حضرتك سيرك ايه بقى وبتاع ايه حضرتك؟ زمان النمور شمت خبر والقرود اساسا مستنييني على غلطه يا استاذ. مستنيين لك على غلطه؟ ده انت علاقتك وحشه جدا مع كل حيوانات السيرك بقى على كده. ايوه يا استاذ للاسف، استاذن انا بقى. السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل. مع السلامه يا سيدي. سلم لنا على الحيوانات كلها. حاضر يا استاذ، حاضر. اتفضل حبيبي. مساء الفل يا باشا. ايه؟ المكوى يا باشا. المكوى؟ يعني انت التمثال بتاع ايزيس فين يالا؟ ايزيس؟ ايزيس ايزيس، انا سمعت الاسم ده فين؟ يعني كانت معاك في المدرسه. ايزيس اخلص، بعته ولا هرب منك من البازار؟ ما دول انا شعرفني انا راحت فين ايزيس يا دول. وبعدين يعني انا انت بتسالني انا؟ امال يعني اسال مين؟ كليوباترا؟ معلش يا دول ما تقلقش يا عم، على العموم يعني التمثال بيلف يلف 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 ويرجع لصاحبه تاني. هي شتيمه وايه كميه اللف دي كلها؟ اسكت اسكت يا اهبل اسكت، دور لي على ايزيس يلا. أخلى صباخاتو بيتزاتو سباكياتو ولا أخلى نساتو؟ دي بازاراتو ولا أنا مش صيفاتو؟ بازاراتو؟ لا حضرتك دي صيدلياتو. عسلاتو أنت دمو خفيفاتو، أنت بتبيع إيه في صيدلياتو؟ صيدلياتو؟ بص يا سيدي، إحنا بنبيع يا سيدي عندنا هنا أهو إله المغص عند قدماء المصريين ده، عشان لو عندك صداع ولا حاجة. دول وده بيتاخد قبل الأكل ولا بعد الأكل دول؟ لسه أنت نفسي غباواتو يا رمزي. غباواتو؟ ده عرفك يالا يا رمزي، عرف إنك غبي. يا دول وبيقول لي يا رمزي وبتاع، أنا اللي مجنني يا دول هو عارفني ولا أنا اتشهرت يا دول؟ يالا يا رمزي يالا، أنت مش عارفني؟ انا جعفر الهلال. ايه جعفر ابو لمحه يا مين؟ الواد جعفر ابو لمحه. جعفر حبيبي. لا 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 مش جعفر، لا مش جعفر ابو لمحه، جعفر ابو لمحه بتاعي اللي هو صاحب ده، كان جزمات يا عم وكان بيستحمى بالصدفه. احترم نفسك يا ابد مناولك يا ياد يا قليل الادب يا حمار يا بغل الفرنبة. بغل الفرنبة يبقى هو جعفر يدولك. جعفر حبيبي حبيبي يا جعفر حبيبي، ايه ده وايه اللي نظفك كده يالا؟ ايه ده وايه اللي عمل فيك كده؟ قصدك ايه؟ قصده يعني ايه اللي نظفك كده؟ يعني انت استحميت مجبر ما كانش قصدك، ولا مثلا الدنيا مطرت وما كانش معاك شمسيه؟ لا عبال عندكم سافرت ايطاليا. ايطاليا؟ وهي ايطاليا تغير البني ادمين كده ولا ايه يعني؟ خمساته كده لا مؤاخذه، ايطاليا يعني اليورو، يعني ابو 10 جنيه. الله الله الله. يو يو دي ايه؟ عمله جديده هناك في ايطاليا ولا ايه؟ انت قلتك ولا ايه؟ اليو دي اليو يو غير اليورو يعني؟ هو هو يا دولا هو قالتك في الواو، افهم بقى. عشان كده بيقول اليورو. حبيبي يا جعفر حبيبي، قول له يا عم قول له، ده بيقبضني بالجنيه ومش عاجبه. ايه هتكسر التخزين ولا ايه؟ وايه اخبار ايطاليا بقى؟ لا زي الفل. عارف هناك في ايطاليا امسك بس في اي شغلانه تقبض منها فلوس اكتر من هنا بكتير. يا سلام. طيب يعني مثلا ممكن الواحد يعمل قد ايه في الشهر؟ يعني مش حسد لكن ممكن تقول حقد يعني. خمسه وخميسه في عينيكوا اللي هياكلها الدود. اعوذ بالله،
انا لو مؤاخذه كده بقفل لي في الشهر قول لي يجي 2000 يورو. 2000 يورو؟ يعني في 10,000 جنيه اليورو يعني 20,000 جنيه. 20,000 جنيه 20 ما شاء الله يعني 20. انا هولع مكاني في ايه؟ لا يعني انا مش بحسد يعني ولا حاجه، بس 20,000 جنيه يعني جزماتي. ده انا بعد كده يا عم جعفر اقول لك ايه يا جعفر باشا يا جعفر بيه، ايه ده الجمال ده؟ اوعدني يا رب اوعدني يا رب اروح ايطاليا بقى واخلص من هم البازار وشغل البازار. تيجي تاخدني انا مين يا المهم يعني يا استاذ جعفر، انت سافرت ايطاليا ازاي امال؟ الله يكرمه بقى الحاج سين سالم يعني هو اللي سفرني ايطاليا. اي نعم خدت حوشت العمر بس ولا يهمك، جبت قدهم 20 مره. 20 مرة في 20,000 جنيه؟ نهار ابيض يا ما ده يعمل 20,000 جنيه، انا اعمل لي كام؟ يا دولا انت بتكلم نفسك بصوت عالي يا دولا. افرض يا اخي بتسيح لي. طب وانت يا استاذ جعفر يعني معاك تليفون مثلا الحاج سين سالم ده يعني؟ لا معايا الكارت بتاعه اهو. بص لا مؤاخذة العنوان اهو والمحمول اهو، هو جاب العدة بس لسه ما جابش الخط. ربنا يكرمك والله يا استاذ جعفر، مش عارف جميلك ده اوديهولك فين، مش عارف اوديه فين الجميل بتاعك ده. لا اي خدمه اي خدمه. طب استاذناته انا عشان مستعجلاته. يا خبر ابيض، طب ما تخليك شويه يا عم جعفر. لا لا مستعجلات حبيبي يا جعفر باشا. سلامات يا رمزيات. سلامات مع الف سلامه يا جعفر. الف سلامه. دوله ابوس ايدك ابوس ايدك يا دوله، خدني معاك ان كان بعدك شيء متقدر، خدني معاك. السلام عليكم. حضرتك الحاج سين سالم ان شاء الله؟ وعليكم السلام. ايوه انا الحاج سالم، يلزم خدمه؟ حضرتك يعني احنا جايين قصدينك يعني في خدمه بخصوص السفر ان شاء الله. انا ما اعرفش حاجه عن الكلام ده. انا راجل ماشي في السليم، وبعدين انا ترزي. طلباتكم ايه بقى؟ بدله ولا افرول ولا حتى كرافات؟ احنا عايزينك تظبط لنا ان شاء الله يعني فيستين حلوين كده هو لايطاليا باذن الله. وان شاء الله بقى انا عايز الفيزا بتاعتي على شكل كروهات كده اهو. الله الله الله، جايين تهرجوا هنا ولا ايه؟ انتوا مين ومين اللي حدفكم عليا هنا؟ حضرتك يعني اللي حذفنا اللي هو كان اسمه ايه؟ جعفر. جعفر جعفر حضرتك اللي هو جعفر ابو لمعه اللي هو المعفن. ايه المعفن؟ يا اهلا وسهلا، مش تقولوا كده من الصبح. طالبين ايه؟ طالبين باذن الله القرب لايطاليا ومناسبه اليورو ان شاء الله. يلا بقى نقرا الفاتحه دول. يلا حيلك حيلك انت وهو، انتوا ايه فاكرين المساله كده سهله؟ امال ايه حضرتك؟ لا لا بص، اي طلبات انا تحت امرك يعني من جنيه ل 500 جنيه. ايه 500 جنيه؟ ليه فاكر نفسك رايح الصومال؟ شكلكم غير، هتوروني عرض كتافكم انتوا الاثنين. حضرتك انا وعشان ترزه تقول لنا عرض كتافكم؟ طب شوف طلباتك ايه واحنا تحت امرك يعني. المهنة في جواز السفر مكتوبة ايه؟ بالنسبة لنا مكتوب صاحب بازار، وده ما عندوش جواز سفر اصلا يعني. هو لازم انا ادولك جواز السفر ده هون يعني؟ امال يعني التأشيرة هتاخدها فين يا فصيح؟ هو ممكن ياخد الخدمة بتاع التأشيرة على قفاه او يديله التأشيرة في كيس بلاستيك مثلا. لا يا دولا، الكيس البلاستيك ده ممكن يضيع مني، انا عارف نفسي. يا بني ادم انت وهو، افهموني ها افهموني، المهنة في جواز السفر بتاعتكم لازم تكون مكتوبة تاجر ادوات كهربائية. خلاص حتى لو مطلوب ان يتكتب مثلا شهبندر التجار بتوع الادوات الكهربائيه، تحت امرك عادي يعني. وانا ممكن اعمله يعني ايه مساعد شهبندر التجار بتاع الادوات الكهربائيه، ودراعه اليمين اللي هو الفيشه اليمين يعني. لا يمين ولا شمال ولا ايده ولا رجله، الكلام اللي اقوله هو اللي يتعمل وخلاص. خلاص زي ما سيادتك تؤمر. في حاجه تانية غير الجوازات ولا اي حاجه؟ بعد ما تجهزوا الجوازات كل واحد فيكم يجيب 5000 جنيه. ايه 5000 جنيه؟ ماشي ماشي يا حاج سين سالم، هنجيب لك ال 5000 جنيه عن كل باسبور ونجيبهم لك على هنا. لا يا فصيح مش على هنا. امال على فين؟ على السفاره؟ سفارتي ايه؟ هتودينا في داهيه. بقول لك ايه، بص اهو تتصلوا بالرقم ده، واول ما تقابلوا الراجل اللي في الرقم ده تسلموه كل حاجه. وده يطلع مين بقى الراجل ده؟ مخبر؟ لا ده الراجل التاني. الراجل التاني؟ هو انتوا معاكوا رشا باظه برضو؟ انا نفسي اشوف ساميه جمال. يا اخي خليك تحصلها. اول ما تتصلوا بالراجل ده ويقابلكم تقولوا له كلمه السر. ها اول ما تشوفوه هتقولوا له ايه؟ سالم. هو بقى هيرد عليكم ويقول خد صاحبك عني. ماشي دي سهله قوي. يعني افتكرها معايا يا رمزي عشان ما نروحش هناك ننسى. سالم خد صاحبك عني. يا جماعه
انا خلاص قررت اضحي بنفسي علشانكم. هتعمل ايه يعني؟ هترمي نفسك في النيل؟ بعد الشر عليه، ابني ما بعرفش يعوم يا سناء. طب قصدك ايه يعني؟ هنعمل ايه التضحيه بتاعتك دي ايه؟ قصدي يعني يا حماتي ان انا قررت اسافر ايطاليا. فكره جامده قوي يا ابي، برافو عليك. اخيرا هنلبس المستورد بقى ونشوف هدوم اوروبا بقى والماركات بقى. ايه ده؟ اخيرا اخيرا هجيب البارفانات بتاعتي اللي هي ما بتبقاش مضروبه بقى من بره. وليه يا ابني هتسافر وازاي؟ وانا يا بيبي ما فكرتش فيا؟ ما فكرتش ان انت هتسيبني لوحدي من غير رجل يعويني ويحميني؟ ما فكرتش في مشاعري؟ وانت كمان يا ماما ما فكرتيش في اللعب اللي هيجيبها لي من بره؟ برافو عليك يا ياسمين، هو ده الكلام. يا رانيا انا بعمل ده كله عشان مين؟ ما عشان كنتوا يا ماما. لعلمكم بقى ده في واد شغال جزمجي بياخد هناك 20,000 جنيه، فما بالكم بقى انا لو رحت هناك هاخد قد ايه بقى؟ ايه يا دي العيبه، هتروح تشتغل صراماتي يا عادل؟ صراماتي ايه يا ماما؟ هو انا عادل ابو لمعه؟ طب والبازار هتعمل فيه ايه يا ابي؟ هتقفله؟ لا البازار ده حله سهل قوي، في واحد تاجر اعرفه ممكن هيأجر البازار ده ب 50% يعني، غير كده بقى اعرف كويس قوي ان هو ذمته استك، بس استك نظيف ما شاء الله. يعني انت خلاص خلاص خدت قرارك الاخير؟ معلش يا رانيا غصب عني، انا مسافر مخصوص عشان ياسمين بنتنا ومستقبلها. وهتسافر لوحدك يا عادل؟ لا يا ماما للاسف هيبقى معايا قدري الحيوان رمزي. طيب طيب الفيزا بتاعتك دي مين هيجيبها لك، مكتب ولا انت هتجيبها من عند مين يعني؟ لا مش من عند مكتب، من عند ترزي ان شاء الله. ترزي؟ طب خليه يصرفلها لك احسن تنسل. انت بتقولي فيها بس ترزي ايه؟ لا 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 مضمون، يعرف ناس كبار جدا يعني هم اللي هيجيبوا الفيزا. ايوه يعني انت الترزي ده واثق فيه ثقه عمياء يعني؟ ايوه طبعا يا ماما، لعلمك سفر ناس قبليه كتير قوي يعني جت عليا. طب خلي بالك يا بيه بقى احسن الترزي ده يطلع نصاب ولا حاجه. هينصب عليا في ايه يعني؟ هيديني فيزا بتكون بتبقع من اول غسله مثلا؟ انا مش متخيله ان انت هتسافر وتسيبني لوحدي يا بيبي. معلش يا حبيبتي ما انت معاكي مصر كلها، هو انا سايبك لوحدك فين يعني؟ اهم حاجه ان اتدعوا لي يا جماعه لان ربنا يكرمني ان شاء الله واخلص الورق كله على خير. ولا وانت هتعرف الراجل التاني ازاي دلوقتي؟ الراجل التاني مفروض هيدخل علينا وحاطط في الجاكيت بتاعه ورده حمراء. طب وهيحط الفازه ازاي في الجاكيت يا دولا؟ اوكي اهلا وسهلا. ده ايه اللي اخرك ما؟ يا دولا حطيتها من غير فازه فعلا. بس بقى بس بقى كلمه السر ايه؟ كلمه السر ولا رمز كلمه سر ايه؟ اخصمك. اخصمك. هيفاء 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 يلا حاجة الهيفاء. شخبط شخبيط نخبيط يا رسام. بس 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 مش افتكرتها. سالم حوش صاحبك عني. سالم صاحبك جنني. سالم انت واقف ايه؟ الناس هتاخد بالها. الناس هتاخد بالها يا غبي يا غبي. احنا لسه ما تعرفناش بحضرتك. انا ابن عمك الحاج جيه، الحاج جمال يعني الشهير بالراجل التاني. وانا عين عادل يعني الشهير بدوله. وانا هره رمزي يعني الشهير بالجزمه. حضرتك احنا جبنا الفلوس وجبنا الباسبورات وعايزين نعرف ايه اللي هيحصل بالظبط. انا دلوقتي هاخد منكم الفلوس على بركه الله. هات الفلوس يا ابني بس بالراحه من غير ما حد ياخد باله. بالراحه. حاضر هات الفلوس يا رمزي بالراحه. يا دوله اتفضل. ايه دول؟ حد خد باله؟ حد خد باله؟ انت اللي هتخليه يروح حد باله. من غير ما حد ياخد باله. ادكم معانا يا جماعه والنبي. خد من غير ما حد ياخد باله. تمام تمام كله تمام. حد خد باله؟ عيب احنا شغلنا 100 100 ما تقلقش. المهم هعمل ايه؟ عامل لي عشان ما حدش ياخد باله. يا راجل ده هتخلي الناس ياخدوا بالهم. حضرتك هنعمل ايه بالظبط وهنسافر امتى وازاي؟ انتوا دلوقتي ما دام دفعتوا الفلوس يبقى انتوا مؤهلين ان انتوا تقابلوا الراجل الكبير الزعيم يعني. زعيم؟ هو في لسه زعيم؟ هو مش انت اخر حد هنقابله ولا ايه؟ لا انا شغلتي ديليفري، عليا توصيل الجوازات والفلوس للزعيم. يا ابني احنا جماعه منظمه جدا يعني تقدر تقول علينا مافيا. لا حضرتك واضح عليك ان انت مافيا مافيا مافيا. وحضرتك يعني طب احنا كده هو هنسافر امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله بكره الصبح هتقابلوا الزعيم عند الحاج سين، الحاج سالم يعني. سلام. جهزوا نفسكم للسفر خلال يومين. سلام. ماشي سلام سلام سلام.
اموت انا في جو الحسابات دي. ايه محافظين على الاسرار وطول الوقت وانت تشخر ايه؟ انا اسف اصل ايه دول عصابه ايه شغلها على ميه بيضة. انا صراحه اطمنت ما شفت الراجل ده بجد يعني الحاج جي ده هايل. الله يا دول امك ده عيالك يا دول. مالكش دعوه يلا بينا يلا. يا فاضل يومين واسافر مصر هتوحشني قوي يا رمزي. مش هتوحشني ولا حاجه مش هتوحشني. يلا امشي امشي قدام. السلام عليكم. ازيك يا معلم سين سالم؟ ايه ده انت بتعد في الفلوس بتاعتنا؟ كانت متينات. ايوه سين ايه بقى احنا خلاص في بيننا دلوقتي عمل مشترك. قولوا لي يا سالم او لو عايزين تدلعوني دلعوني يلا. طب عملت ايه بقى يا معلم سلام؟ سلام ايه يلا انت كده مش بتدلعه انت كده بتهزقه. احنا اسفين انت شايفه كلب البحر. بس سمعني صمتك انت وهو. دلوقتي هتقابلوا الزعيم المعلم نون نظم يعني وهو هيقول لكم هتعملوا ايه بالظبط. فلتتفضل يا زعيم. اهلا يا شباب. انتوا بقى اللي عاوزين تروحوا ايطاليا؟ ايوه احنا ان شاء الله. هي تاشيره ايطاليا بقت صعبه دلوقتي لكن انتوا ليكوا عندي انكم تروحوا ايطاليا وزي ما بيقولوا في المثل كل الطرق تؤدي الى ايطاليا. الله علي النعمه المعلم نون نظم دهون بيتكلم صح الصح. بص حضرتك انت تودينا ايطاليا ومالكش دعوه. بس يعجبني ذكائك يا واد. احنا هنروح ايطاليا بس مش من هنا هتروحوا من ليبيا ومش هنروح طيران هنروح عن طريق البحر يعني فرك الكعب وتوصلوا ان شاء الله. فرك الكعب على الله بس ما تكونش فرك الكعب داير يعني. اللي عايزكم تعرفوه انكم مش هتبقى لوحدكم في ناس كتير مستنيه هناك واول ما توصلوا المركب هتتحرك على بركه الله. سيري يا نورماندي تو. يا دول انا كان نفسي اركب سفينه من زمان. انت هتعمل لي فيها يا فتاح الاسري سفينه اللي كان نفسك فيها حضرتك؟ بس يعني معلش عدم المؤاخذه احنا ما نعرفش حد هناك في ليبيا يعني. احنا ناس منظمين لينا مندوب هيستناكم هناك هتخشوا التخزين تباتوا ليله ترتاحوا يعني وبعدين تتكلوا على الله تسافروا على طول. يا جاي لك يا ايطاليا. ربنا يسهل لك يا ابني مع ان انا خايفه من حكايه البحر والمركب دي. انت ما بتعرفش تعوم؟ لا ما يا مرات عمي ان شاء الله هنشتري عوامات واحنا ماشيين. فين رانيا يا عادل؟ مش معقول اكيد 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 هي مش قادره تستحمل لحظه الوداعات بتاعتك. وداعاتي بس يا حماتي واحده جوزها مسافر وضع طبيعي انها تودعه يعني. يا رانيا يا رانيا. لا ايه يا رانيا؟ ايه ايه بس؟ خايفة 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 يا عادل خايفة تسافر ايطاليا وبعدين تبص على واحدة ايطالية شعرها اصفر ضاربها السلك حيث ان انا عملت شعري اسود يعني. بس ما تقلقش ارجعهولك زي ما كان. انا عارفاك عارفاك يا عادل عينك زايغة وقلبك مفعوس كده بيجري على اي حاجة. ايوه فعلا انا عينيا زايغة صح؟ خلاص خلاص يا بيبي مسافر صرحني عادل. مش انا اللي هرد عليكي شادية هي اللي هترد عليكي. ها شفتي؟ خلاص بقى على موبايلات بقى طمني عليك. لا موبايلات ايه هبعت لك جوابات ارخص. انا طول عمرك كده يا حبيبي مسرف. طب يا جماعه مش عارف اقول لكم ايه. الوداع الوداع يا اسره. الوداع يا اسره. عادل اخويا اخويا الوحيد عايش من غيرك ازاي يا عادل؟ سناء اختي سناء اختي ما تعمليش نفسك كده يا سناء. ما تنساش الهدوم اللي قلت لك عليها انا عايزه شنطه ونص ليا. يلا بنت يلا بنت. عادل جوز بنتي حبيبي وحيدي. ايوه يا حماتي يا حبيبتي اهلا وسهلا. مش هنسى البرفانات طبعا. ما تبطلوا الحركات تخشوا على طول. ميرسي ميرسي يا جماعه. السلام عليكم. باي باي يا عادل. باي باي يا عادل. يلا ايه ايه كهربتي ولا ايه؟ حبيبي حبيبي.
بقول لك ايه، هو اليورو دلوقتي بقى بكام؟ مش اما اوصل هناك الاول يا رانيا واعرف اليورو بقى بكام. اوصل بس يا ماما. يو بقى يا دولا، بص انا هروح بقى اجيب الاوتوبيس لحد هنا، ما تخلصونا يا جماعه عشان تقيله بقى على ايدي. يلا يلا. ابي عادل، ابي عادل اوعى اول ما توصل تنسى تبعت لي اللابتوب اللي اتفقت معاك عليه. ها حاضر. وانا كمان يا بابا ما تنساش اللعب بتاعتي. حاضر ياسمين، يلا باي باي، سلام عليكم. سلام يا ابني قلبي، دعي لك يا حبيبي مع الف سلامة. مع السلامة يا ماما، مع السلامة. يلا يا رمزي بقى نطلع على اوروبا بقى. ايه ده دول، انت مش قلت ايطاليا؟ يا انا ما اوروبا جوه ايطاليا يا اهبل يا اهبل. باي باي يا عادل، باي باي يا عادل. سلامة. ما تنساش حاجاتنا يا عادل. لابتوب يا ابي. باي. واللعبة يا بابا. والبرفانات. دول احنا بقى دلوقتي بقينا في ايطاليا. ايطاليا ايه يا اهبل، احنا لسه في ليبيا، بعد خمس دقايق هيجوا ياخدونا يودونا بقى على ايطاليا بالمركب على طول. يلا والله امك دعيلك يا دول. مالكش دعوه، مالكش خمس دقايق ايه يا استاذ، احنا بقالنا هنا اربع شهور في الاوضه المعفنه دي، ده احنا نفسنا نتمسك ونترحل على الاقل نرتاح من المرمطه اللي احنا فيها دي. تتمسك؟ ما في حد يتحرك، انتوا مجهود عليكم، هادي ترحلوا. ده احنا ما لحقناش، بقى لناش خمس دقايق. معلش بقى دول، هناخد راحتنا بقى في ايطاليا. انت فكرك البوليس هيودينا ايطاليا يا اهبل؟ هيرحلونا على مصر يا عبيط. حاضر سيادتك، امسكوا ده، انت اللي بوظ اخ. لا لا كده حاجه تقلق، عادل بقاله شهر ما سالش من ساعه ما مشي، ولا اتصل ولا حتى رن على الموبايل عشان يطمني. يا حبيبي يا ابني، انا قلبي واكلني عليه. يو يو يو، ما تقلقوش كده بقى، انا بقى حاسه ان هو مستني لما يلاقي شغل ويكلمنا ويقول لنا انه وصل بالسلامه ولا شغل. ويكلمنا وصل بالسلامه ولا كل همك في البرفانات؟ مش عارفه ايه اللي خلاه يقبل الموضوع ليبيا ده، مش قادره افهمه. لو كنا نعرف بس الراجل اللي جاب له السفر ده كنا عرفنا اخباره ايه. يا اخوانا من فضلكم بصوا، انتوا امشوا ورا احساسي، انا احساسي بيقول ان هو مستني لما يلاقي شغل ويكلمنا ويقول لنا يا اخوانا انا مسكت الشغل خلاص. شفتوا بقى، ده عادل عشان تعرفوا انا احساسي رهيفه دي، ده اكيد عادل. الو عادل. عادل حبيبي، ازيك يا حبيبي، وحشتني قوي. اخس عليك كل ده، ما تطمنيش عليك. ايه انت فين؟ في الاسم؟ اسم بتعمل ايه يا عادل في الاسم اللي عملته؟ طيب خلاص يا عادل اهدى، انا جايلك دلوقتي. باي 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 باي. ايه يا رانيا، في ايه؟ مسكوه في ايطاليا؟ لا يا انتي، ده هو اساسا ما وصلش ايطاليا، ده هو اساسا اتمسك في ليبيا ورحلوه، وهو دلوقتي في الاسم هنا في مصر وعايزني اروح اضمنه. ازاي ده حصل؟ ده يا ابني حبيبي، اسالي نفسك واسالي احساسك المرعف العالي اللي حاسه بيه قوي. مش انت احساسك ده هو اللي رجعه. انا لازم اروح دلوقتي. هروح معاكي. يا دي اسكت بقى، اسكت بقى، انت اللي لاحسني وهتبوظ لهم كنبه. الكنبه بتاعت الحكومه يا ابني، كنبه الحكومه جمل. يا دي اسكت، انا مش كفايه الشنط اللي انت ضيعتها يا غبي. وحشوني والله العظيم، وحشوني. رانيا جبتوا البطايق ولا يرجعونا ليبيا تاني؟ يا حبيبي ايه اللي جرالك وبهدلك البهدله دي؟ اتمرمطنا يا رانيا، رجعونا من ليبيا مترحلين، بقى لنا شهر الغبي ده مش فاهم يعني ايه مترحلين، فاخرنا في الترحيل. انا عليك يا حبيبي، بهدلوك 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 يا حبيبي. يا رانيا جبت عيش وحلاوه علشان هموت من الجوع يا رانيا. مين دراف؟ رانيا انت قصدك ما عرفتيش اللي حصل لنا، احنا اتبهدلنا، اتضحك علينا، اتضحك علينا. يا موكوس يا موكوس، مش عارف توصل لغايه ايطاليا؟ لما جينا طالع البرفانات ولا انا طالني الهدوم المستورد، مش عارف توصل لغايه ايطاليا. يعني مش همك غير شويه الهدوم والبرفانات؟ ده انا اتمرمطت، ده انا كان نفسي والله اجيب لكم هدوم من روما، بس اللي حصل ايه؟ اللي حصل اني مش هقدر اجيب لكم حتى هدوم من العتبه. طب شريف يا حبيبي، على قد ما انا متضايقه من اللي جرى